انتهينا من المهمة الصعبة وهي تعديل لائحة المشتريات من السوبر ماركت لتتناسب مع مرحلة ما بعد الحمل. هسوي لك سالمون مع هيكون مقرمش فوق وفستق واكليل الجبل، هقدمه مع كسكس بالفواكه والزعفران. طب اول شيء طبعا نحتاج نتبل السالمون عشان هو اكثر يعني اكثر شيء حياخذ وقت. جهزت الكسكس بس غسلته. طيب جهزت مرقه دجاج او تقدر تسوي مرقه خضار لو تبي. ححط على الزعفران على المرقه. انا عاده احط زبده بس عشانك حامل. ححط لا الزعفران زيت زيتون لذيذ. دحين حسوي الطبقه المقرمشه، حط فستق، حط شويه جوز، اكليل الجبل وملح خشن طبعا وزيت زيتون. دحين اكيد الكسكس خلص، بس حخلط له الاشياء اللي جهزتها. لازم كده الكسكس يكون. دحين خلصنا الكسكس، دحين حسوي لك السالمون. احتاج المسترد. دحين خلاص بس ححطها في القلايه. خلاص لما نشوف اللون بني من الجهتين حطيها في الصينيه. ححط فوقها الفستق اللي حضرته. دحين يمديك تحطيها في الفرن 3-4 دقائق وحتكون well done. نصائح لطبخ صحي أثناء الحمل: قللي كمية الدهون بتجنب الزبدة والسمن واستبدالها بزيت الزيتون. ابتعدي عن الملح واستبدليه بالثوم والأوريغانو وأيضا بعض التوابل من أجل تعزيز النكهة. ابتعدي عن الصلصات الجاهزة للسلطة واستخدمي بدلا منها الخل والليمون والأعشاب العطرية. وابتعدي أيضا عن استخدام الخضروات والفواكه المعلبة واستبدليها بتلك إما الطازجة أو حتى المجمدة لأنها تحتوي على نسب صوديوم أقل.